كانت غزوه بدر انتصارا هائلا للاسلام والمسلمين تركت وراءها خزيا وعارا لقريش فقتل فيها اكثر زعماء قريش شرفا ومكانه واسر المسلمون فيها من اسروا والناجي من يوم بدر اعتبر نفسه محظوظا لانه نجا من اسود المسلمين فلم يؤسر ولم يقتل وكان عمير بن وهب واحدا من الناجين لقد عاد ناجيا بنفسه لكنه ترك وراءه ابنه وهبه اسيرا في ايدي المسلمين، وقد خشي عمير ان ياخذ المسلمون الفتى بذنب ابيه ويذيقوه سوء العذاب جزاء ما كان يلحق بالمسلمين من تعذيب، فتوجه الى المسجد للطواف بالكعبه والتبرك باصنامها، ثم جلس مع ابن عمه صفوان بن اميه يتذاكران بدرا ومصابها العظيم. ويعدان الأسرى الذين وقعوا في أيدي محمد وأصحابه ويتألمان على عظماء قريش ممن قتلوا ثم قال عمير لولا ديون علي ليس عندي ما أقضيها به وعيان أخشى عليهم الضياع من بعدي لمضيت إلى محمد وقتلته وكففت شره وإن في وجود ابني وهب لديهم ما يجعل ذهابي إلى المدينة أمرا لا يثير الشبهات استمع صفوان إلى كلام عمير وقال: يا عمير اجعل دينك كله علي فأنا أقضيه عنك وأما عيالك فسأضمهم إلى عيالي ما امتدت بي الحياة. فقال عمير: إذا اكتم حديثنا هذا ولا تطلع عليه أحد. وصل عمير المدينة ومضى نحو المسجد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قريبا من بابه نزل عن ناقته فرآه عمر بن الخطاب يمضي نحو المسجد بسيفه فأسرع عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا عدو الله بن وهب وقد جاء بسيفه وما أظنه إلا يريد الشر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدخله علي ثم توجه الرسول إلى عمير وقال: ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال عمير: جئت أرجو فكاك هذا الأسير الذي في أيديكم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اصدقني، ما الذي جئت إليه يا عمير؟ قال عمير: ما جئت إلا لذاك. قال النبي: بل قعدت أنت وصفوان، وقلت له: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى اقتل محمدا فتحمل صفوان دينك على ان تقتلني دهش عمير لما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال اشهد انك لرسول الله لقد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تاتينا به من خبر السماء لكن خبري مع صفوان لم يعلم به احد الا انا وهو والله لقد تاكدت انه ما اتاك به الا الله فالحمد لله الذي ساقني اليك ليهديني الى الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقه اخاكم في دينه وعلموه القران واطلقوا اسيره لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ملا عمير قلبه بنور القران ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد كنت شديد الاذى لمن كان على دين الاسلام وانا احب ان تاذن لي بالذهاب الى مكه لادعو قريشا الى الله ورسوله فان قبلوا مني فنعم ما فعلوا وان رفضوا اذيتهم كما كنت اوذي اصحاب رسول الله فاذن له الرسول منذ فارق عمير مكه متوجها للمدينه كان صفوان يمر باهل قريش ويقول ابشروا بنبا عظيم ياتيكم قريبا فينسيكم وقعه بدر ولما طال انتظار صفوان تسرب القلق الى نفسه فكان يخرج الى حدود مكه ويسال القوافل الم يحدث بالمدينه امر الى ان جاءه راكب فقال له ان عميرا قد اسلم فنزل عليه الخبر نزول الصاعقه فكان يظن ان عميرا لا يسلم ولو اسلم كل من على الارض وصل عمير بن وهب الى مكه وما كاد صفوان يراه حتى هم بمهاجمته ولكن عميرا قال له يا صفوان انك لعاقل من عقلاء قريش افترى ان هذا الذي انتم عليه من عباده الاحجار والذبح لها يصح في العقل ان يصبح دينا اما انا فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله دخل عمير مكه مسلما وقد صمم على نذر حياته للدين وراح يعوض ما فاته ويبشر بالاسلام ليلا ونهارا يدعو الى العدل والاحسان والخير والمعروف. وفي اسابيع قليله كان الذين هدوا الى الاسلام على يد عمير يزيد عددهم عن كل تقدير يمكن ان يخطر ببال. وخرج عمير بهم الى المدينه في موكب طويل مشرق. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير هذه قصه حقيقيه حدثت بالفعل ويرويها رجل يمني مقيم بالسعوديه فيقول اخذني كفيلي الذي اعمل عنده في سيارته لتوزيع زكاه ماله فذهبنا بمحاذاه طريق الساحل البحري حيث تنتشر القرى الفقيره وكانت الاموال موزعه في ظروف كل ظرف فيه خمسه الاف ريال وعندما خرجنا من احدى القرى الى طريق جده جيزان واذا نحن برجل عجوز وعمره سبعين سنه او اكثر لكن منظره يوحي بصحه قويه وكان يمشي على الخط العام فقال صديقي الذي اعمل معه ماذا يفعل هذا العجوز في هذه الصحراء الحاره وحده فرد سائق سيارتنا بسخريه اكيد هو يمني ودخل من دون تاشيره وقفنا بجانب الرجل وسلمنا عليه وسالناه من اين يا شيخ واين تذهب قال من اليمن ومشتاق الى بيت الله الحرام قلنا له هل دخلت البلاد بطريقه شرعيه قال لا والله دخلت من غير اوراق عن طريق التهريب حيث أني لو أردت الدخول بطريقة شرعية فلا بد أن أدفع مبلغ ألفين ريال تأمينا وأنا لا أملك إلا مئتي ريال ركبت بمئة ريال ومتبقي معي مئة أخرى قال له صديقي كم أمضيت من الوقت وأنت تمشي على قدميك في هذه الصحراء الحارقة وفي شهر رمضان وهل أنت مفطر؟ قال الرجل أمشي منذ ستة أيام وانا صائم والحمد لله قال له صديقي انت الان تجاوزت اكثر من خمس نقاط تفتيش امنيه فكيف تجاوزتها قال الرجل والله الذي لا اله الا هو اني امر من امامهم واحيانا من بينهم ولم يكلمني احد منهم ثم سالته انا هل تحملت كل هذه المعاناه للحصول على عمل في السعوديه قال لا والله أنا فقط مشتاق إلى بيت الله الحرام أريد العمرة في رمضان. هنا سأله صديقي الدوريات الكثيرة لم يقبضوا عليك وأنت تسير؟ قال قبل نصف ساعة من الآن قبضت علي إحدى الدوريات قبل مسافة خمسين كيلومتر، ثم سلمتني لمركز الشرطة على بعد كيلومتر واحد من هنا. وسألوني إلى أين أنت ذاهب؟ فحلفت لهم بالله اني اريد بيت الله الحرام فاطلق سراحي قلت في نفسي سبحان الله ربي هيا لك رجال الامن فنقلوك بسرعه الى هذا المكان حتى ييسر الله لك امرك ثم قام صديقي واعطاه ظرفين وقال خذ هذه زكاه المال اخذها الرجل وهو لا يدري كم المبلغ الموجود في كل ظرف وقال جزاكم الله خيرا فسالته تعرف العمله السعوديه قال نعم فقلت له افتح الظرف وخبئ النقود بمكان امن حتى لا تضيع فتح الرجل الظرفين وحين تاكد ان المبلغ عشره الاف ريال نظر الينا وقال اكل هذا المال لي قلنا نعم هو لك فسقط الرجل من المفاجاه في حاله اغماء شديد ونزلنا من السياره وجلسنا حوله نرشه بالماء وهو يصيح هذا المال كله لي وجلس يبكي بكاء يبكي منه الحجر وبعد ان استراح قليلا سالته عن سبب هذا البكاء الشديد انا عندي بيت في اليمن وعندي قطعه ارض بجانب البيت وهبتها لله وبنينا عليها مسجدا انا واولادي من الحجر والطين المسجد اكتمل بناؤه لكن عجزنا عن فرشه واشياء اخرى يحتاجها وكنت يوما جالسا بعد انتهاء البناء افكر كيف لي ان افرش هذا المسجد صراحه كلنا بكينا بكاء عجيبا وتذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان همه الاخره جلبت له الدنيا بحذافيرها وقوله صلى الله عليه وسلم من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين تقول سيده عجوز لي ثلاثه ابناء وقد تزوجوا فزرت الكبير يوما وطلبت ان ابيت معهم وفي الصباح طلبت من زوجته ان تاتيني بماء للوضوء فتوضات وصليت وسكبت باقي الماء على الفراش الذي كنت انام عليه فلما جاءتني بشاي الصباح قلت لها يا ابنتي هذا حال كبار السن لقد تبولت على الفراش فهاجت الزوجه وماجت واسمعتني سيلا من قبيح الالفاظ ثم طلبت مني ان اغسله واجففه والا افعل ذلك مره اخرى والا تكمل السيده العجوز وتقول تظاهرت باني اكتم غيظي وغسلت الفراش وجففته ثم ذهبت لابيت مع ابني الاوسط وفعلت نفس الشيء فاغتاظت زوجته وصرخت واخبرت زوجها الذي هو ابني فلم يزجرها او حتى يعاتبها ويطيب خاطري فخرجت من عندهم لابيت مع ابني الصغير وصلت الى بيت ابني الصغير وفعلت نفس الشيء الذي فعلته مع زوجتي ابني الاكبر والاوسط فلما جاءتني زوجته بشاي الصباح واخبرتها بتبولي على الفراش قالت لي لا عليك يا امي هذا حال كبار السن كم تبولنا على ثيابكم ونحن صغار ثم اخذت الفراش وغسلته وطيبته فقلت لها يا بنيتي ان لي صاحبه اعطتني مالا وطلبت مني ان اشتري لها حليا وانا لا اعرف مقاسها وهي في حجمك بالضبط فاعطني مقاس يديك ثم ذهبت السيده العجوز الى السوق وكان لها مال كثير فاشترت ذهبا بكل مالها ثم دعت ابناءها وزوجاتهم في بيتها واخرجت الذهب والحلي وحكت لهم انها صبت الماء على الفراش ولم يكن تبولا ثم وضعت الذهب في يد زوجه ابنها الاصغر وقالت هذه ابنتي التي سوف الجا اليها في كبري واقضي باقي عمري معها وعندها فصعقت الزوجتان وتملكهما الندم أشد الندم فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون تزوجت فتاة وذهبت للعيش مع زوجها وحماتها وبعد وقت قصير اكتشفت انها لا تستطيع التعامل مع حماتها فقد كانت الاخيره تنتقدها وتثير غضبها ولم يتوقف يوما عن الجدال والصراخ وكان الزوج بدوره يعاني احزانا بسبب خلافاتهما وعندما لم يعد في استطاعه الزوجه التحمل اكثر قررت ان تفعل شيئا فذهبت لصيدلي صديق عائلتها وحكت له الوضع بالتفصيل وسالته ان يمدها ببعض العقاقير السامه حتى تتخلص من حماتها الى الابد فكر الصيدلي ثم قال لها ان الكلمه الطيبه والاحسان الى اي انسان حتى وان سبقت منه الاساءه سيجعله يراجع نفسه ويغير أقواله وأفعاله ونحن قادرون على زرع ما نحب أن نجنيه بالكلام الجميل والحب الصادق والصبر والإخلاص وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا عندما وجدها لم تقتنع بما يقول دخل غرفه التحضير ثم خرج ومعه زجاجه صغيره مزوده بقطاره وقال لها ليس من الحكمه ان تستخدمي سما سريع المفعول والا ثارت حولك الشكوك لذا ساعطيك هذا العقار الذي يعمل تدريجيا وببطء، وعليك أن تجهزي لها كل يومين طعاما من الدجاج أو اللحم، وتضعين عليه نقاطا من هذا السم بالقطارة. وفي هذه الأثناء عامليها بلطف وود ولا تتشاجري معها أبدا، مهما كانت الظروف. عامليها كما لو كانت أمك، حتى إذا انقضت أيام عمرها لم يشك فيك أحد. سعدت الزوجة بهذا الحل. واسرعت الى المنزل لتبدا التنفيذ على الفور ومضت الايام والشهور وهي تحرص على التنفيذ بكل دقه وتتذكر دائما ما قاله الطبيب لعدم الاشتباه فتحكمت في طباعها واعصابها وعاملتها كما لو كانت امها وبعد سته اشهر تغير جو الاسره تماما فقد نشا جو من الحب والصداقه بين الزوجه وحماتها التي تغيرت هي الاخرى وصارت كالام الحنون لزوجه ابنها واصبح الزوج سعيدا بما طرا على جو الاسره وهو يلاحظ كل ما يحدث بعد هذه المده ذهبت الزوجه للصيدري وقالت له بحزن من فضلك ساعدني لامنع السم من قتل حماتي فقد صارت لطيفه جدا وانا احبها الان مثل امي ارجوك لا اريدها ان تموت ابتسم الصيدلي وهز راسه وقال يا بنيتي انا لم اعطك سما قط لقد كان المحلول الذي بالزجاجه عباره عن ماء اما السم الذي اوشك ان يقتلك فقد كان ساكنا في عقلك والان تاكدت والحمد لله انك شفيت منه يا ابنتي ليس حسن الخلق فقط ان نعامل الاخرين معامله طيبه بل ايضا ان نصبر عليهم ونتحمل عتابهم وسوء تصرفاتهم معنا ولا تنسي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة. وكما قال أيضا: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت". "ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن". فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ